داخلين بقى شهر رمضان، كلنا بنبقى مكسلين حبتين، بنحب نأنتخ شوية، الكلام ده كله رغم انه الشهر ده المفروض انه هو شهر شغل عادي جدا، وكمان شهر همة. ورمضان السنة دي بقى صادف كمان انه يكون خلاله في امتحانات، المدارس شغالة ويعني كل حاجة ماشية عادي خالص. هنتكلم بقى ازاي ممكن نخلي شهر رمضان الكريم ده شهر عمل وعبادة وتحقيق نجاح ودرجات عالية كمان بالنسبة للطلبة، ازاي ممكن ننظم وقت ولادنا ما بين الدراسة والمذاكرة الصيام، يعني كل الحاجات دي بتهم كل ام موجودة في البيت دلوقتي او ربة منزل عندها عزومات مع الصيام مع مذاكرة عيال، يعني نعمل ايه خارطة الطريق. كل ده هنعرفه من الأستاذة منى القصاص خبيرة التنمية البشرية. منى وحشتيني يا حبيبتي. كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة حبيبتي. كل ورمضان طيب. كريم عليك يا رب. يا رب علينا كلنا ان شاء الله. بتذاكري؟ ده حقيقي. بتدرسي وبتمتحني وبتشتغلي كل حاجة. يعني مش العيال بس، الكبار كمان. ايوه ده حقيقي، انا بعمل يعني ده حقيقي، احنا يعني انا بعمل يعني انا الحلقه وانتوا بتكلموني انا حاسه يعني بكل تفصيله من اللي بتحصل، حاسه بكل التجهيزات للرمضان والتجهيزات للامتحانات وكل حاجه، فيعني انا فعلا عايشه الموضوع جدا. يعني هو شهر رمضان عشان ما فيهوش بقى وقت هناكل وبريك غدا واصلا عايزه بقى اشرب شاي واصلا عايزه اشرب قهوه، على فكره الحاجات دي بتاخد وقت، فمعنى انها مش موجوده ان ممكن يبقى الوقت متاح اكتر، ولا انت بتعاني؟ يعني مش موجوده، لا هو احنا بنعيش يعني في جزء من الموضوع. طبعا يعني رمضان بطقوسه بطريقته بياخد من مجهودنا على الاقل حد بيغير عاداته، احنا لو غيرنا عاداتنا لاي حاجه تانية ايا كانت هي ايه احنا في الاول هنبقى عندنا تشك، فما بالك بقى اصلا ده احنا شهر فيه احتفالات وفيه روحانيات وفيه صلاه وعباده وتفاصيله مختلفه، فده طبعا بياخد مننا تجهيز، وبعد التجهيز بياخد شويه وقت لحد ما احنا نتعود عليه، حياتنا بتتغير، بس برضو ده ما يمنعش انه في يعني في جزء او في جانب من التركيز احنا المفروض نركز عليه، انه انا عندي هدف مختلف فانا مش هينفع حاجه تانية توقفه دلوقتي ايا كان بقى ده. يعني في بعض العزومات زي ما انت قلتي، في بعض الناس بتبقى بتجهز لحاجات تانية، كل ده كلام لطيف جدا، بس احنا لازم اول حاجه نبقى احنا عارفينها ان دي اولويه. ايه الاولويه؟ صح. لانه احنا رمضان السنه دي جايه في الامتحانات، ورمضان اللي فات كان تقريبا في الامتحانات، ورمضان اللي جاي هيبقى في امتحانات، فده فتره احنا عايشين معاها، فاحنا لازم نتاقلم مع انه احنا مش بنعمل حاجه واحده، احنا بنعمل حاجتين. صحيح. طيب عايزين كده، يعني اكيد الام بتبقى مش عارفه تقرص على العيال قوي، لان ما بين سن بيسمح بالصيام وفي نفس الوقت لازم يذاكروا وفي نفس الوقت مجهدين، درجات الحراره في اول رمضان كانت يعني مرتفعه، دلوقتي الحمد لله احنا في نعمه. فازاي ممكن الام تبقى محفزه لاولادها وفي نفس الوقت ما تبقاش ضغط عليهم قوي؟ هي الجمله اللي انت قلتيها دي حلوه قوي، بتاعه جمله محفزه. يعني ايه؟ يعني انا لازم ابقى انا قايله لاولادي انه يعني في بعض الامهات بياخدوا الستايل بتاع التعنيف او الزعيق او انت لازم تخلص او احنا مش عارفين كذا، ده اسلوب ضغط غالبا مش هو الاسلوب الصح قوي. ايه الصح؟ ان احنا فعلا نكون شخصيات محفزه، يعني ان انا دلوقتي دايما احنا كلنا واحنا كبار بنضغط على نفسنا ونشوف انه انا بضغط على نفسي دلوقتي عشان حاجه بعدين، فاحنا لازم ننقل نفس الثقافه دي لاولادنا. أيوة. انه انا عارفه ان انت حالا مضغوط، انا مقدره والله مقدره ان انت عايز تبقى بتتبسط وبتعمل كذا وتقعد معاه وتتفرج على التلفزيون وبنعمل مش عارفه ايه، بس احنا دلوقتي عندنا حاجه ثانيه اهم. سبيشلي في الحاجات بقى الانترتينمنت او التلفزيون او الحاجات الترفيهيه، فاحنا عندنا حاجات تانية حالا هي الاهم. ليه؟ علشان انت لما بتتعب دلوقتي هتبقى بعدين شخص مختلف. انت بعدين لو انت يعني بغض النظر ان انا ضد كلمه كليه القمه، بس يعني لو انت حد من بدري عارف مستقبلك ووصلت للكليه اللي انت عاوزها، لما تكبر لما تيجي تروح تتقدم لوحدها هتبقى مختلف، هتبقى تشتغل في شغلانه ثانيه هتبقى انت مختلف وهكذا، فاحنا لازم نديله تصور للي بيحصل بعدين، انت حالا بتضحي بايه وبعدين عشان توصل لحاجه ثانيه هتستريح بقى، هتضمن يعني ضمان لوحده طبعا مفيش حاجه مضمونه في الدنيا، بس على الاقل هتبقى حياتك باينه قصادك. وعايزه اقول لك ده بعد كده بيبني شخصيه فظيعه. ليه بقى؟ لانه انا لو عندي دلوقتي ابني انا معوداه على ان هو عارف يوازن ما بين او عارف يختار ما بين ان انا حالا عايز ادي عايز اقعد اتبسط واخرج مع صحابي واعمل كذا وكذا المتعه القريبه بالظبط،
وحاجه ثانيه ان انا قادر اضحي بوقتي ده وهقعد اذاكر او هقعد اسهر او هقعد ما يبقاش فيه او انقي وقت ما فيهوش دوشه وابقى مركز واضغط على نفسي ان انا ابقى مركز علشان خاطر مستقبلي وطموحي وكذا وكذا. انت عارفه السنه اللي بعديها هتلاقيه بالنسبه له الام مش هتعمل نفس المجهود ده، بالعكس خالص، ده هيبقى بيعمل ده ويبقى عنده مساحه للعباده وعنده مساحه يعمل حاجه خير. السنه اللي بعديها هيبقى متعود، بعد 10 سنين هتلاقيه هو بديفولت شخص ناجح، بديفولت بتاعه ان هو ده العادي بتاعه، ايه ده؟ طب ما انا يعني اذا كنت انا عملت كل الحاجات دي قبل كده، فالطبيعي ان انا هعمل ايه؟ لا عادي، ما انا بصوم وبشتغل وعندي بيتي وبهتم باهلي، عندي وقت اخرج. ودي الحاجه المهمه، انه في حاجات ينفع تتعوض بعدين، يعني صح. الخروج مش هنبطله. مش هنبطله، يعني في العيد بيبقى فيه خروجات، والعيد الكبير جاي هيبقى فيه خروجات والصيف جاي وحاجات كتيره قوي بالظبط. فهي الفكره انه احنا دايما بنتعامل مع، حتى لو ولادنا ايا كان سنهم قد ايه، من فضلك نقي يعني الامهات والاباء طبعا، انا يعني ما بحملش بس الموضوع ده على الامهات، على الاثنين، الاهالي بشكل عام يقولوا الكلام ده بطريقه بتليق مع سن ولادنا، انه والله انا دلوقتي في جزء من الموضوع احنا نتكلم معاهم كده، نقول لهم انه انا عارف ان انت دلوقتي بتضحي بحاجات معينه، بس بتضحي بيها عشان حياتك وعشان مستقبلك وعشان لما تبقى كبير وعشان لما تبقى انت في منصب معين هتبقى ده بالنسبه لك اسهل واحسن، واديك شايف انكل فلان علشان هو مركز في حياته وفي شغله فبقى بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وده موديل حلو ولطيف بالنسبه لنا، حد شاطر وحد ناجح. فنبدا نعودهم انه من غير لا عنف ولا عصبيه ولا انت لازم تذاكر ولا لازم تعمل مش عارفه كذا، ممكن كل الكلام ده يتحول انه احنا عندنا رحله او عندنا جورني او عندنا، هو في الاخر هي مهمه هنخلصها على خير بالظبط. واحنا دايما لما بنتعود واحنا صغيرين انه احنا شخصيات بنعمل فعلا مهمه، وبعدين انت قلتي في المقدمه بقى كلمه حلوه قوي، بتقولي انه ده في الاخر شهر. ما ينفعش بقى حاجه اسمها شهر، ده حاجه كبيره جدا. انا لو ابني اتعود على حاجه، يعني احنا دايما نقول للناس ان التعود بيحصل في خلال 21 يوم. فانا لو ابني اتعود في 21 يوم على مسلسلات وعلى مواعيد سهر باظ بقيه السنه، بعد كده هعمل مجهود تاني ان انا اعيد من اول وجديد. طب ما احنا ممكن من الاول خالص نعمل ايه؟ نوفر الكلام ده ونبقى احنا عارفين انه يس طبعا رمضان في جزء من الحاجات احنا بنضحي بيها، الجزء اللي فيه متعة وقتية زي ما انت قلتي، لفظ حلو قوي، الحاجات دي كلها، واحنا مركزين على ايه؟ على ان انت كاركتر ناجح او كاركتر احنا هنعدي ده سوا. فدي بتبقى اقوى وانجح. ده بالنسبة للولاد اللي بتذاكر. طب الام بقى اللي هي يعني مالتي تاسك زي ما بنقول، مطبخ ومذاكرة وبتروح الشغل والبيت وعزومات وكل الحاجات دي، برضو عايزة بوست شوية. طبعا لو انا تخيلي كده، لو انا حد، احنا دايما ايه، احنا عندنا سيناريو كده، طب انا لو واحده مشيت بالسيناريو اللي حضرتك قلتيه حالا ده، احنا طبيعي لازم تقع مننا اخر الشهر. يعني أكيد. يعني لو واحده بتعمل عزومات ومذاكره وشغل ومواصلات وزحمه قبل الفطار ومش عارفه، طب ما طبيعي تقع مننا. الا لو الشخصيه دي او احنا نفسنا كل حد مع نفسه قاعد يقرر ان هو لا انا مش هعمل في نفسي كده، انا هبدا اعمل الاولويات بس. فتبدا الدنيا تبقى منظمه شويه. ما هو انا دايما وابدا لو انا سبت نفسي هلاقي، يعني احنا في جمله بتقول انت لو ما عندكش هدف هتبقى انت جزء من هدف الاخرين. ايوه. فانا لو انا ما عنديش هدف وعندي بلان ان انا هخرج رمضان ده 5 مرات او 6 مرات او 7 مرات بناء على وقتي، فالخمس ست مرات دول هم، او يعني ايا كان الرقم كام، هم دول اللي انا هعزم فيهم ناس، وناس هتجيني وانا هروح لحد تاني، ويبقى ده جزء الفقره بتاعتي او الفقره بتاعت الخروج. فبس انا لو سبتها مفتوحه، ما احنا كلنا عايزين نخرج عند بعض وكلنا عايزين نروح نجامل بعض وكلنا مستنيين رمضان عشان اللمه وعشان كذا وكذا وكذا. فانا لو ما عنديش خطه او عندي هدف محدد، الطبيعي ان انا هبقى جزء من خطه الاخرين. صحيح. هلاقي حد بيكلمني ايه ده انت عندك النهارده؟ لا ما عنديش حاجه. فجاه ما بقاش عندي حاجه. صح. ليه؟ لانه انا مش عارفه بالظبط انا حدود الشهر بتاعي هعمل فيه ايه، لكن انا لو عارفه ان انا محتاجه ابقى مرتاحه عشان ابقى جزء من العباده موجود، جزء من لولادي موجود، جزء لبيتي والاهلي وكذا وكذا وكذا، فده الاولويات. وبعدين نحط اي حاجه ثانيه تيجي بعدها. بالظبط. دلوقتي الرجاله بقى في الكنترول روم بيقول لك طب الله والرجاله، يعني هم كمان ما هم بيتعبوا وبيروحوا الشغل، بس انتوا بتناموا الظهر وتصحوا على الفطار، يعني تفطروا على طول. ها مالهم الرجاله؟ طيب خلاص تراجع. بيقول لك هو بس ببراءه شديده بيسال دورنا ايه يعني.
دورنا ايه بقى في حياه الولاد دول اللي احنا بيذاكروا والست الشقيانه والحاجات دي كلها. اهم دور في الدنيا. يعني يا جماعه انا من المناصرين جدا للرجاله. نعم. يا جماعه انتوا دوركم مهم جدا. ليه؟ لانه هي البيت هيمشي بمساعده الناس كلها، احنا الولاد هيسمعوا كلام الاب والام مع بعض، الولاد بيطلعوا اسويه اكتر لما بيبقى البيت مستقر، الولاد بيعرفوا يذاكروا اكتر لو البيت مستقر، الولاد مستقبلهم بيبقى واضح اكتر، بيبقى استقرارهم النفسي مهم جدا. فانا لو ما عنديش ترابط ما بين الزوج وزوجه سبيشلي في رمضان، لانه دي اطول فتره احنا غالبا بنقعد فيها في البيت، احنا ربنا يكون في عوننا كلنا، بس احنا طول الوقت موجودين في سرعه الدنيا اللي احنا ماشيين فيها، فرمضان اكتر فرصه ان احنا نقعد مع بعض. فلو مفيش ترابط في البيت، لو الرجاله مش قايمين بالدور ده، وده دور مهم جدا 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 ودعم كبير قوي، والكلمه الصغيره هتفرق، والكلمه الصغيره هتفرق مع الابن، ان انا فخور بيك او انا فرحان بيك او برافو عليك او انت عملت كذا النهارده، او انا طب تعالى انا مبسوط انك سمعت كلام ماما النهارده، او انا تعالى نعمل كذا سوا، طب انت لو خلصت مش عارفه كذا هراجع معاك وننزل نصلي سوا. كل الحاجات دي، الدعم ده بيجي من الرجاله، نتيجته على الولاد اضعاف مضاعفه من الامهات، لان الامهات موجوده في وشهم باستمرار. صحيح. فلما بيبقى في حد اقل في الوقت فبيبقى تاثيره دايما اعلى. دايما السؤال ده بيجي، ايه دور الاب في المذاكره اذا كنت طول الوقت بتقولوا ان الام هي اللي بتذاكر؟ يعني واحنا صغيرين كنا مقسمين، مين اللي قال ان الام اللي بابايا حاجه ومامتي حاجه، فاهمه؟ ده تلات مواد وهي تلات مواد، عارفه؟ والباقي اجتهادات كده يعني. هل لغايه دلوقتي احنا لازم نقسم؟ يعني انت شاطر في كذا وانا شاطره في كذا، انا هذاكر لهم كذا وانت هتذاكر لهم كذا، هل دي تنفع المعادله دي؟ في العلوم الانسانيه مفيش حاجه اسمها لازم. يعني اي مرتبط مع بني ادمين فما فيش قواعد وما فيش قوالب. انا ابني بيحب ماده اكتر، فالطبيعي ان هو بيستوعبها دي اكتر، فاحنا بنعمل مجهود اقل فيها، بنعمل مجهود ازيد في ماده تانية لو هو مش التحصيل عنده مش اعلى في حاجه معينه. طيب، لكن لو انا بابايا شاطر في حاجه ومامتي شاطره في حاجه تانية، فياس هنعمل التبادل ده. بس انا لو بابايا طول الوقت بيشتغل شغلانه واتنين ومش موجود، فهنا طبعا الام مشكوره. مش دورها، ما هي مشكوره بتعمل الكلام ده، فكتر الف خيرها هي بتشيل جزء من المسؤوليه، فالراجل يابريشيت ويقدر ان هي شالت جزء تاني، والام تقدر ان هو برده مشغول في شغلانه وفي اتنين وبيعمل كل المجهود ده وبيتحمل كل الضغط العصبي ده علشان خاطرها هي واولادها. فهي المراعاه ما بين كل الاطراف، مين هيعمل ايه؟ احنا اصلا في مركب، فاللي هيقدر يعمل حاجه يعملها، واللي يعمل حاجه الباقي يشكروا عليه. ده حقيقي. طيب دلوقتي اليوم في رمضان متقسم، في ناس بيقولوا قسمين وفي ناس بيقولوا ثلاثة، لأن قبل الفطار حاجة وبعد الفطار حاجة، وفي ناس بتقول قبل الفطار ووقت الفطار وبعد الفطار لغاية الفجر. يعني أنهي أنسب وقت للمذاكرة بالنسبة للولاد؟ خلينا نتكلم بشكل او النسبه الاكبر ونقول بقى في الحالات الفرديه. طيب انا العادي بالنسبه لو حد درجه استيعابه هتبقى اكتر هيبقى بعد الفطار بساعتين. بس ده احيانا مع ناس ثانيه ما بينفعش، لانه في ناس اصلا بطبيعتها الناس اللي بيصحوا بدري دول بقى النسب الاقل مثلا او النسب الاكتر، في ناس استيعابها الصبح بيبقى اكتر بكتير جدا، وفي ناس ربنا خلقهم استيعابهم بالليل بيبقى اكتر جدا، شبهي مثلا. يعني انا باجي على مثلا بعد 8 9 بالليل واحس ان الدنيا ايه ده، الطف واحلى وتركيزي بيبقى اعلى. فانا لازم ابقى عارفه انه انا لو هساعد ابني او انا هساعد انا ام مع ابنها او اب مع ابنه وهيبدا يساعده، هيبقى هو عارف كويس انه درجه تركيزه انا مركز معاه، هو بيستوعب اكتر الصبح، فهيبقى ده الفتره المناسبه بالنسبه له، او بعد الفطار بساعتين يبقى خلاص كلنا اكلنا بقى وخلاص بقى، يعني مش وقت بعد الفطار على طول عشان بيبقى طبيعي جدا الدم يعني بيبقى في المعده بدل المخ بيبقى في المعده. أيوة. في المعده، فبيبقى استيعابه اقل شويه، بعدها بساعتين بتبقى الدنيا تبقى ايه مستقره شويه. فاحنا بنعمل دلوقتي معسكر ان احنا عندنا مهمه زي ما انت قلتي مشكوره، عندنا مهمه انه احنا اولادنا لازم ينجحوا. ليه؟ علشان ده مستقبلهم وعشان ده الامان وعشان ده حياتهم وعشان ده اللي هم يستاهلوه واللي صحيح. احنا كمان نستاهله. صحيح. فانا دايما بقول للناس انه هي صعبه وتقيله بس مستاهله. في بقى نوع من الامهات، انا شخصيا بتضايق من التصرفات دي، اللي هو ايه؟ ذاكري طول الوقت، ذاكر طول الوقت، طب فين وقت الاستمتاع وفين وقت
مسلسل واحد. يعني على فكرة اللي بيقول ان قوة الام في انها تحرم ولادها من كل حاجة في سبيل المذاكرة اعتقد انه غلطان برضو. يعني اقصد ايه؟ نعمل بالانس، ما نخليش المذاكرة بعبع اول لما تيجي سيرته بطني تكركب. يعني فايه يعني ايه الطريقة اللي ابقى فيها مودريت كده معتدلة، يعني يبقى فيه كل حاجة من كل حاجة؟ انت عارفة يعني انا دايما بشوف اسئلتك رأيي، انا دايما بقول للناس تخيلوا كده لما هيكبروا هيبقوا عاملين ازاي. فانا عندي ناس كتير قوي اعرفهم اول ما بيخلصوا بكالوريوس وخدوا شهادة البكالوريوس ما بيرجعوش تاني للمذاكرة ابدا. رغم انهم تعقدوا رغم ان هم لو عملوا كملوا دراسات عليا حياتهم هتتغير ويبقوا احسن ويبقوا قامات في المجتمع. وفي ناس تانية بيبقوا بيحفظوا بس ما بيعملوش اي حاجه تانية وبيفضلوا طول الوقت كده، ومنهم شخصيات بتجيلنا انطوائيه. فدايما احنا لما بشوف ده بفتكر دايما الامهات كانت بتعمل ايه وهي صغيره. وبحكم الخبره بقى بنبقى خلاص ببقى انا توقعت الام كانت بتعمل ايه وهو صغير. فدي نتيجه الطفل او ده بقى الطفل لما كبر بيبقى عامل ازاي. حلو قوي. فانا بس خليني اقول لك الاول رد التصرف بتاع الام زي ما حضرتك لسه حالا قايله. فانا لو عندي ابني بتعامل مع ان هو اله وان هو ما بيحسش وما عندوش مشاعر وما عندوش اي حاجه غير ان هو يذاكر. فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ يا اما هيطلع حد ناقم على المذاكره جدا جدا ومش هيحبها. اول ما يبقى حر بقى، اول ما يبقى خلص بكالوريوس كانه مش هيرجع له تاني. ده حقيقي. او يبقى حد شخصيته ضعيفه جدا جدا فبيسمع الكلام بس. فده بيبقى شخص انطوائي ومش هيعمل حاجه. طيب انا دلوقتي ببني بني ادم مش بس بديله شهاده في المدرسه. زي ما حضرتك قلتي ان احنا نعمل بالانس. البالانس ده بقى هو يختاره، هو اختاره بقى عن طريق مسلسل، هو اختاره عن طريق صحابه وقت معين، قرر يقعد على اللابتوب او على التاب او على الموبايل اي حاجه بس له وقته بالظبط. وبعد ما هيتعود هيتعود ان انا متفقه على نص ساعه، بعد نص ساعه بالظبط هفضل وراه لحد ما يتعود وهكذا. فهو هنا صاحب قرار. فانا هنا ببني بني ادم حر الاول. عارف يبقى متحمل المسؤوليه، عارف ان هو بيعمل حاجه والحاجات الثانيه احنا حياتنا بنبقى بنعمل مجهود فيه مش دايما عاجبنا بس يعني بنعمل مجهود عشان في الاخر ده مستقبلنا وده طموحنا. بعد كده هنتعود عليه، وبعد كده هنتعود ان احنا الشخصيات دي الشخصيات القويه الناجحه اللي بتنجز اللي بتعدي على تشالنجز كتيره جدا، وبعدين يبقى هو ناجح ويشوف النكس تستاب منها عامله ازاي. او شخص بيخلص تاسك وينهار بعديها، او شخص بيخلص تاسك ويفضل طول عمره ما عندوش شخصيه. واحنا بنشوف ده كتير جدا. وما بيبقوش صغيرين ده بسبب الام طبعًا. او الاب او البيت اللي بيزنقهم وشهم في الحيط يذاكروا. طبعا طبعا انا مش تربية. بقول ان احنا ما نذاكرش ولا ان ولادنا ما يذاكروش، بس كل حاجه بالعقل يعني. ولازم يبقى كل حاجه بالعقل. احنا عندنا فترات بينفع نضغط فيها على نفسها وفترات تانية ما ينفعش. يعني ما يبقاش انا ده العادي ان انا داخل معسكر حربي بقى احنا قاعدين بنذاكر بس طول السنه. في فترات ينفع فيها نضغط اللي هي فترات الامتحانات او اللي قبل الامتحانات على طول. بس انا ما ينفعش ابقى انا شادد السلك على طول كده على ابني، بعد شويه هينهار. طب الانهار ده وكبر على اساس هو يا دوب خلص يعني دراسه ومش عايز يرجع يبص في كتاب تاني، هل ده خلاص ميؤوس منه ولا ده ممكن علاج يعني ممكن حاجه تحصل اللي بيها يعالج نفسه من تاثير النيجاتيف؟ طبعا شايفه ان احنا دايما عندنا فرصه ثانيه، دايما باستمرار عندنا فرصه ثانيه. لما بنبقى وعينا بيختلف، يعني لما بقى انا دلوقتي عارفه انه انا عشان اترقى فمحتاجه اعلي مثلا الشهاده الدراسيه اللي معايا، لما ببقى داخله زمايلي في اللي بيشتغلوا معايا معاهم مؤهلات مختلفه، معاهم كورسات مختلفه، فبعد شويه الدنيا ممكن تختلف. طبعا احنا وارد ان احنا يبقى فترات احنا مش عايزين نعمل حاجه، بس لما بنلاقي البيئه اللي حوالينا اتغيرت بيبقى فيها طبعا. وحقيقي احنا دلوقتي الشغل ما بقاش بيسمي قوي على حد، يعني بقى صح. التغير فيه كبير جدا، التطور بقى فيه كبير جدا. احنا لازم نبقى بنشتغل على نفسنا طول الوقت لانه كم التكنولوجيا اللي بتحصل، كم الحاجات دي التغيرات دي كلها، لو احنا مش بنجدد من نفسنا تلاقي ناس كتير قوي بيرجعوا لورا، تحس ان هو الحد ده خلاص بقى مش بيعمل حاجه. فلو هو شاب صغير ولسه ما خدش كورسات وما عملش كذا وما عملش كذا، في طبعا احنا بنبدا نشتغل معاهم في جزء كبير جدا بيجولنا الشباب دول، نبدا نشتغل معاهم انه انت محتاج مهارات كتيره قوي عشان تبقى انت مؤهل لسوق العمل.
ده في الاول لو هم لسه خريجين، عشان تبقى مؤهل لسوق العمل محتاج تدرس شويه حاجات انك تحسن بيها نفسك وانك تتعلم حاجات للشغل. وبعدين بعد شويه لما تبقى انت بتشتغل فبنبدا ناهلك لمرحله تانية ان انت تبقى مدير، او انت بتبقى عندك بقى دلوقتي مصر بقى فيها كم انتربرينورز او ناس بيشتغلوا في مشاريع صغيره كبير جدا، فنبدا ناهلهم للمرحله اللي بعديها. فدايما احنا يعني انا بحب اقول للناس دايما اتس نيفر تو ليت، مفيش حاجه متاخره. ده لسه قاريه ان في حد مش عارفه عنده كام سنه اخذ درجه الدكتوراه عند 70 سنه ولا حاجه زي كده. مش ده في مصر بس، هو في الخارج بس ممكن عادي. لا انا شفت ده في مصر، انا شفت ده شيء جميل على فكره. ده يبين قد ايه الواحد لما يكون بيستمتع بحاجه هو بيعملها ملوش نهايه، ملهاش ودايما آخر. الناس ممكن تلاقي فرصه في ثانيه ما كانوش عاملين حسابها. فبيبقوا مهم الاستعداد يعني. لا انا طبعا شفت ده كتير قوي بصراحه، ناس تبقى هايله. انا مبسوطه منى ان انا شفتك النهارده. كل سنه وانت طيبه. انت حضرتك طيبه. والاستاذه منى القصاص خبيره التنميه البشريه كانت منورانا النهارده في ست الستات. شكرا جزيلا على كل النصايح دي. ما تكرهوش العيال في المذاكره، ما تكرهوش الولاد والبنات في انهم يستمتعوا بحاجه اسمها مذاكره ويلاقوا فيها التشالنج او التحدي المطلوب، يلاقوا فيها متعه، حاولوا تلاقوا لهم فيها متعه هتفضل معاهم طول العمر يا رب. بعد الفاصل بقى مش ساعه لقلبك وساعه لربك، تعالوا بقى بعد الفاصل نروح للابتهالات والانشاد الديني ونرجع بالزمن لاصوات مشايخنا الكبار الكرام باذاعه القران الكريم بعد الفاصل.